لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد ضيفه نادي شباب المحمدية، وذلك في الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس العرش. ويبحث فريق الوداد عن الخروج بنسيجة الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم في مسابقة كأس العرش، بالإضافة لمواصلة التألق في الموسم الكروي الحالي. من جانبه يسعى نادي شباب المحمدية للتأهل إلى الدور الربع النهائي لمسابقة كأس العرش، وذلك رغم صعوبة المهمة ضد فريق الوداد الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم على المستوى المحلي والقاري. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين اليوم السبت 9 أبريل انطلاقا من الساعة 10 ليلا على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، وذلك في الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس العرش للموسم الكروي الحالي. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة رياضية المغربية بشكل حصري.